اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. الله الله الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن نحن في الحقيقة نشكر جميع الإخوة وجميع الأخوات ونشكر جميع خلق ربي سبحانه عز وجل أينما وجدوا وأينما كانوا. فكل ما قيل في الطريقة هو نحن نعتبره رسائل من الله سبحانه عز وجل. ما دام ربي سبحانه وتعالى ظهر بهذا المظهر الكوني العجيب فكل ما سمعناه وكل ما رأيناه نعتبرها هي رسالة من الباري لنا. فنتمنى من الله أن تكون في حقنا مغفرة لذنوبنا المتراكمة والمتعددة وأن تكون لنا فتحا ومبينا يوم القيامة. أما بالنسبة هذا الأمر يعني نحن لا ناقة لنا فيه ولا شيء. فعلا الطريقة عندها فقراء في سائر القارات الخمس لا ننكر هذا، حتى ولو كانت فئتهم قليلة ولكن كنههم الباطني نوراني بإذن المولى سبحانه عز وجل. فالسياحة التي قاموا بها الإخوة في دولة الجزائر شقيقة مملكتنا التي نفتخر بها ونحن تحت إمارة سيدنا ملكنا وأبونا نعتبره شيخ مشايخنا كليا، فنصره الله سبحانه عز وجل على من عاداه في الدنيا وفي الآخرة وثبته ملكا دائما وأبدا. هو هذه الرسالة لا سالها علاقة في كنه السياسي لأن نحن لا نفقه في السياسة، فليس لنا الأمر والرأي حتى نتكلم في السياسة. حتى إذا أردنا الكلام في السياسة فوالله لا ندري حتى الأحزاب وعددهم ولا الوزارة وعددهم، فنحن بعيدون كل البعد عن هذا الكنه. نحن تحت بيعة ملكنا والمريدين الذين يتوافدون على الزاوية وجدوا ظلتهم وهو نور المولى سبحانه عز وجل، والكل يشهد على هذا الأمر. فكيف يأتي مريد من دولة أخرى أن يشهد في هذه الطريقة وأن يقول أني أرأيت فيها أمر رباني ورأيت فيها سلام واطمئنان قلبي وسكينة إلا إذا رأى فعلا ما رأى.